أنت عارف يا شيخ، لو قسنا الموضوع من زاوية ثانية، لوجدنا زواجة حوري من ورور هي لمصلحتك. كيف يعني لمصلحتي؟ كيف لمصلحتي وهو عايش إلا الجمال بما حمل؟ مالك منه يا شيخ، قدك عارف بسمعان، كلامه مخيط بصميم، يتفلسف ويفكر ويش يختار أقدر، وفي الأخير يقول لك زواج حوري من ورور لمصلحة الشيخ. مالك يا هبال؟ حاو 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 يا عبد النور حاو، افهم الكلام اول ما كنتني بدا دا دا دا، خليني اشرح للشيخ وجهة نظري. انا حاو حاو ما حاو حاول بعدك، هذا اسفاك بشا. لا خلاص لحظة، تكلم خليه يتكلم. ايوه انا اقصد انه اذا اردنا ان تعود حوري الى ذمتك لابد لها ان تتزوج من واحد ثاني ويكون المحلل، وبعدها يدلك. ايوه والمحل الموجود ورور، ما حد باقي الا يدلك، وبعدها انت يا شيخ
رجع علاقتك بحورية حبة حبة هكذا، ورجعها لذمتك، وصلى الله وبارك. يعني الفكرة معقولة، لكن ورور رافض يطلق، رافض. قد ضربناه، قد حبسناه، قد هددناه، والنجس الوقت رافض رفضا مطلقا انه يطلق. حاجتنا يا شيخ، ما رأيك نستخدم معه اسلوب ثاني؟ ايش من اسلوب؟ قصدي استخدمنا معه اسلوب الترهيب ما نفعش، نستخدم معه اسلوب الترغيب. كيف يعني؟ شبه هو قصده عبد النور. انا داري ما اقصد. لا خليه يكمل. ما يتكلم يا شيخ، ما يستلش في حمك وين تاري اي مكلك بدد دددد خلونا في مكلها. خليه يتكلم الفضول هذا. ايوه هو قصد عبد النور ان احنا نستخدم مع ورور اسلوب الترغيب. يعني يا شيخ تدي له مثلا قليله فلوس، ايوه، ولا تكتب له قطعه ارض باسمه، امد امد بس لو ما يضلك، وبعدها انت ترجع كل شيء. طيب على يدك انت وعبد النور، انزلوا له عنده وقولوا له اننا موافق ارجع له الارض حقه، ومستعد يدي لك الفلوس الذي تشتي، بس بشرط تطلق حورية. يعني لازم يطلق حورية. تمام يا شيخ، الان نقوم لعنده وما نرجع الا بحاجتك. اعرف يا شيخ خبر طيب النفس. هم يا عبد النور يلا شاهي. والله جاء الزمن يا ورور اللي نطلب منك طلبات وتتشرط ونرسل لك وساطات. اللي يده تحت المطحن ما بلا يخلي هذا لا 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 لا. والله ما راحت لك يا ورور، والله ان المسجلات كلهن الاولات والاخرات، وانا عاد اوريك. قناف قناف يا قناف قناف. ايوه يا شيخ. صب ماء، صب 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 ماء، صب لي ماء، هات ماء. السلام عليكم يا ورور، كيف حالك؟ يا مقابو فك يا عبد النور، فك معي عاوني. هيا اسمع يا ورور، احنا جينا لك من عند الشيخ رسول سلام. مو يعني الشيخ يشتي يفتح معك صفحة جديدة. مو من صفحة، مو من كتاب، بعد كل اللي عمل بي. خلاص انسى الذي قد حصل، انسى. قلت اذا فكينا لك القيود وحنخرجك من الحبس. والشيخ مستعد ينفذ لك ما تشتي، انت بس اطلب وتمنى حاجتك والشيخ يقول لك حاضر. ايوه حتى الارض الذي نهبها منك، قصدي الذي اشتراها منك، حيرجعها لك. النجارس المصرين انه يشتري مني الارض شراء. ما علينا من هذا الكلام، هو حيرجع لك الارض ويزيد لك فوقه. ومستعد يشتري لك بيت اكبر من البيت الذي انت فيه، وايضا يدي لك فلوس الذي تطلبها، بس هو يعني يحتاج منك طلب صغيري. طلب سحب صغيري. مو من طلب. ايوه يشتي منك
تطلق حورية بس. ها بس أطلق حورية؟ شوف بس، شوف على هالطلب ما يكلفش بس. وانا لما عاد انا راعي للشيخ لما يدي لي بيت ولا يدي لي حق الارض ولا يدي لي شويه بياس، وانا اجلس بقعتي وكل شيء يجي لعندي. ها كيف يعني؟ يعني طلبه مرفوض مرفوض مرفوض. اسرح عند الشيخ حقك وقول له نجوم السماء اقرب له من اننا نطلق حوريه. حوريه حياتي وروحي وكل دنيتي. ايه ايه قم قم من هنا، رجع رجع القيد، رجع القيد انتو رجع. قال لك اطلق حوريه قلت عقل. هيا قم من هنا انقلع انتو. ما لا خلاص اجزاء. شلت الملابس وتصدق ما لا يحد، كل ما شوفه قلبي يحرقني واتذكر الغالي. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة. كل قطعة مني كل تذكرني بعرفة. تخيلوا وهو لابسه وهو يصيح لي ويقول لي يما يما غسليهم لي، يما غسليهم، اشتي غسلهم وحلقهم وكويهم له. بس منو يلبسوا؟ منو؟ عرفه ما هلوش، عرفه مات ابراهيم، عرفه مات، عرفه مات ابني. ما توعدوا شباب، ما توعدوا شباب وعدوا، ما شافش من الدجا ولا حاجه. ابني ابني احسن له يا ابو زيد، سر وعدو خفيف، ما فيش حاجه بالدنيا هذه تستحق ان الواحد يعيش من اجلها. كل شيء اصبح مزيف، الناس اصبحوا وحوش، وحوش يا ام زياد وحوش. هو اذا انت تشوف يا الوحش الكاسر اللي عندنا جالس يلطش ويبطش ما هو داري ان الله طرحه. وداي طلاق وانت ما داي داي على غير غنيت، وداي طلاق وانت ما داي وداي طلاق وانت ما داي. ووو يا حاج ابراهيم ماذا اللي صيح لك؟ أيوة أيوة يا حاج إبراهيم. أيوة أيوة هيا هيا يا اخي. الشيخ دعاس يقول لك انتهى موعد سداد الدين الذي عليك، ونظرا لظروفكم والموت استحى ما يطالبكم بالدين الذي عليكم. كثر الله خيره وكثر الرجال من امثاله، كما الشيخ حقكم يعرف الواجب ويعرف الاصول. ما هم في داري ان الموت الذي حصل عندنا بسببه، حسبوا وامروا الى الله. يا حاج ابراهيم موعد سداد السند الذي عليه قد مر عليه شهر كامل، والشيخ دعاس يقول لك يمهي لك 10 أيامها، 10 أيام بس، يا إما تسدد الدين الذي عليك أو يحجز عليك البيت والوجه من الوجه أبيض. خاطرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يشغل كل مهم. Thank you.
رضي صح؟ ها؟ يا شيخ والله انه مثل ما قلت لك. انا قلت لكم هذا شخص غير مؤدب مكسور ناموس، ما رضيتوا تصدقوني. يا شيخ هذه مشورة سمعان، مشورته نزلنا لعند ورور هذا غير الحياة. أصلا هذا الشخص لا تدي له واجب ولا تعمل له قدر. إلا والله إني مشورة البلاء والغلط عندي حين صدقته. يا شيخ أنا ما بتصدق لهذا الكذاب المنافق. أيوة كذاب منافق. أنا يا شيخ لا قلت أفعك واخدمك واحل مشكلتك، لكن هذا المنافق الكذاب يشتي يحرج بيننا. أنا منافق؟ أيوة منافق. أنا كذاب؟ يا شيخ اسمع كذا. اسمع قلبك ايش قال قدامك يقول لي منافق. خلاص قنوف صب الماء. ها شيخ مر تنزل لعند ورور تشنقه وتعلقه تضربه ضرب غرائب الإبل، خلي صوته يسمع أهل القرية كلهم. ابشر يا شيخ من العين هذه قبل العين هذه، والله لا أنزل أطبعه أخلي القاع يبتز وهو لا يقوم. يلا ألو مرحبا. نعم أيوة كيف؟ لا 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 حاضر مرحبا اهلا وسهلا خلاص تمام ان شاء الله ولا لا لا ابدا اهلا وسهلا احنا نعمل كل ما يلزم نعمل نقوم بالواجب حياكم الله اهلا وسهلا تمام ان شاء الله في امان الله. خير يا شيخ ما به؟ ومن هذا يا شيخ اللي شي يزورنا؟ حضرة المدير العام. المدير العام يجي لعندنا القرية. المدير شي يزورنا القرية حاجتنا. صب ما صب. الحين احنا محتاجين تشوف مسعد وانتو ونعمل اجتماع ونناقش كافة الترتيبات من اجل حفل استقبال المدير العام. لازم يكون حفل يليق بالمدير العام. صب ماء. بس وليش ترهن البصيره حقنا للشيخ دعاس؟ مالك يا ابراهيم نسيت اللي بيننا وبينه؟ يا ام زياد هذا الموضوع حصل قبل قضيه عرفه وقبل حادثات قتل صفا. وليش تشل منه طيب؟ ان انت نسيتي الفلوس اللي كنا نرسلها لزياد المره الاوله والثانيه والثالثه، بعدها ما عاد حصلش واحد ديني، فاضطريت ان انا ارهن بصيره البيت عند هذا المدبر. يعني اذا الحين سلمت رقبتنا ليداته ابراهيم؟ ليش؟ أنا كنت عارف معي يحصل لنا هكذا وإن إحنا عم ندخل بقضية ومشكلة معه. بعدها بيني وبينش أنا كنت متوقع إن زياد عيرس لنا نقضي الناس ورجع البصيرة. زياد أينه زياد؟ حتى اتصل ما يتصلش، ما هو جداري حتى إن أخوه مات. أنا قد حاولت أتصل أكثر من مرة لكن تلفونه مغلق. طيب ليش غلق تلفونه؟ أنا أخصائق لسه هم وأخلق عليه. الحين قل لي يا إبراهيم إيش بنسوي مع الشيخ دعاس؟ أكيد إنه بيطردنا من البيت. خلي يعمل اللي في راسه، قد صار ما هو أعز وأغلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش المصايب هذه كلها تجمعت في قلوسنا؟ ليش؟ خلي يا أم زياد يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. الله يملي للظالم ويخليه يظلم ويتكبر ويتجبر حتى إذا أخذوه يأخذوا أخذ عزيز مقتدر. اسمعوا يا جماعة، احنا نمر امام حدث عظيم ربما هو الاول من نوعه على مستوى القرية. هذا الحدث يتمثل في زيارة
حضرة المدير إلى قريتنا، واختصاصنا بهذا الزيارة دون بقية القرى. أهلا وسهلا به يا شيخ، ويرحب فوق العين وفوق الرأس. وأهمية هذه الزيارة تتمثل في أنه مثل ما يقولوا إن إحنا يجب أن نكون على قدر أهمية هذه الزيارة وهذه المناسبة. يا شيخ أنت تقول وإحنا جاهزين. بارك الله فيكم، أنا متأكد. إحنا الآن إحنا بحاجة إلى تنظيم حفل استقبال كبير يليق بمقام حضرة المدير. بالنسبة لي يا شيخ الطلبة والمدرسة اعتبرهم جاهزين، بل أناشيد والأغاني حق حفل الاستقبال، وأنا بنفسي أعددت لك برنامج احتفالية حناني طناني. أيوة، يعني هذا الموضوع اعتمد عليك وأحملك مسؤولية إتمامه. الله المستعان يا شيخ، الله المستعان. إحنا إذا تصدينا لمهام رقابنا سدادة، لكن مش صعب بعض الناس. دددددد هي ما قد بي يا عبد النوس بتغمز وتأشر لا عندي مالك. لحظة يا اسمعها. لحظة يا سمعان، لحظة لحظة. لا تستعجلش على رزقك يا سمعان، أنت في معك مهمة، بل مهمة يعني كبيرة. مهمتك تنظيف شوارع وأزقة القرية وساحاتها. أنا محتاج أن تكون القرية تلمع تلمع. أمانة يا شيخ إنك وضعت الرجل المناسب بالمكان المناسب. هذا سمعان لا يقدر إلا ينظف شوارع، يغسل صحون، يلقط قراطيس. يا حبيبي العمل تكليف لا تشريف، وأي حاجة يكلفني بها الشيخ أعتبرها وسام على صدري. بارك الله فيك يا سمعان، أهم حاجة إزالة كل التشوهات من القرية. الحمار يا شيخ، الحمار حق ورور من أكبر مظاهر التشوه بداخل القرية. بالله صدق يا شيخ، وهذا الحمار لازم أن نطرده طردة كلب، لأنه مؤذي وشكله مقرف. طيب الآن موضوع الحفل ورتبنا. موضوع تنظيف الشوارع وإحالتها إلى مظهر جميل وأنيق حلينا، باقي معنا موضوع العزومة. أنا خليني أشغل على كده القراديس وبس. لا لا، العزومة على عمي. عم مسعد، ممكن في ناس من أهل القرية يشاركوا في الوليمة، مثلا اللي مع كبش تيس عجل، وتبلغهم أن هذا سيكون محل تقدير واعتبار بالنسبة لي وبالنسبة لحضرة المدير. أبشر يا شيخ، مالك إلا تبيض وجه. بارك الله فيكم. والآن توكلوا على الله، كل الأمور واضحة، الوقت يداهمنا، ما في وقت، كل واحد ينتبه على عمله. الله يفتح عليكم. بسم الله. بس عمي أنا عدنا محتاج جسمي شوية. يا شيخ بالنسبة للعزوم والوليمة أنا مستعد أشارك. أذبح عبد النور من جبل. يلا توكلوا تعالنا يا عم. عم مسعد، رجاء فيما يتعلق بالأسعار نحتاج أسعار مضبوطة على الأقل خلال فترة زيارة حضرة المدير. أفرض ينزل القرية يعمل جولة توقدية، ما نشتري مشاكل يا عم سعد. رجاء بالنسبة للبضائع المهربة، البضائع الفاسدة، البضائع المنتهية، هذه كلها اطرحها في المخزن. أمرك إلى الله، إلى الله يا طالب، الله فوق البشر، فوق البشر حاكم، والحال ما هو لحد داير، والحال ما هو لحد داير، طالب ولا بد لك اليوم. مظلوم يا ناس، يا ناس أنا مظلوم، من راحتي والسلام والسلام محروم، مظلوم.